كما وجه الرئيس السيسي الدعوة للمشاركين في أسبوع القاهرة للمياه للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27 والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأدعوكم للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، والتي ستطرح مصر خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، والتي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزاً إفريقياً للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك لدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم.